نصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة، رطب على شمال البلاد لحد شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وكمان في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، نشاط للرياح ببعض المناطق، وده بيساعد على تلطيف الأجواء بالليل. في كمان فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، كمان بتظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، طمنينا أخبار الطقس إيه النهاردة؟ نحن طبعا الحمد لله مستمرين في التحسن في الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، أجواء صيفية معتدلة فترات النهار وأيضا فترات الليل، ما زلنا بنتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، كمان وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل بشكل كبير على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس، فبتساعد ايضا على تلطيف الاجواء، واحتسنا بانخفاض درجات الحراره. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع في الظل ان هي تكون 33 درجه مئويه، هنحسها لو تكون 35 درجه مئويه، فبالتالي احساسنا فتره الظهيره بالطقس هيكون طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية للبلاد، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض، بنحس بيها أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لكن بصفة عامة أجواء فترة الليل هي أجواء معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط للرياح في معظم المحافظات سرعته ما بين 30-35 كيلو متر على الساعة، بيساعد نشاط الرياح بشكل كبير على تشتت نسب الرطوبة خلال فترة الليل، فما بنحسش بنسب الرطوبة وبنحس بنسمات الهواء اللطيفة واعتدال الأجواء فترات الليل في أغلب محافظات الجمهورية. نشاط الرياح ده ممكن يكون مثير لبعض المال والأرصبة في محافظات شمال الصعيد المنيا وأسيوط، لكن مش هيأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، بالإضافة كمان إن احنا عندنا نشاط رياح هيؤدي لإضطراب حركة ملاحة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، سرعات رياح ما بين يعني 40 ل 50 كيلو متر على الساعة، فبالتالي ده هيؤدي لارتفاع امواج هيوصل ل 3 متر على خليج السويس والبحر الاحمر، والبحر الاحمر وخليج السويس غير مؤهلين لكافه اعمال صيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن البحر المتوسط معتدل نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. ننوه كمان على الامطار لان احنا في استمراريه لسقوط الامطار الرعديه على بعض الاماكن من جنوب سيناء على فترات متقطعه زي طبعا سانت كاترين ودهب وطابه، لكن ان شاء الله ما تاثرش تماما على اعمال الانشطه اليوميه، مع استمرار طبعا تكون الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعتها بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني نقدر نقول الساعه 7 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. صحيح صحيح. طيب يعني حضرتك بس قلت لنا دلوقتي حاجه غريبه شويه انه البحر الاحمر يمكن ما فيش مجال لانشطه ملاحيه، ولكن ده متاح في البحر المتوسط، هل ده طبيعي في الفتره دي؟ طبعا هي بيبقى نتيجه يعني اختلاف سرعات رياح، في سرعات رياح عاليه على البحر الاحمر ده اللي ادى لاضطراب الملاحه البحريه وان هو غير مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن سرعات رياح على البحر المتوسط معتدله فبالتالي مش هتؤدي لارتفاع امواج ونقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير، يعني ما فيش اضطراب ملاحه بحريه، فده عادي جدا ما فيهوش مشكله، وهي يعني دايما احنا في فصل الصيف احيانا بيتم يعني اضطراب الملاحه البحريه او اغلاق بعض الشواطئ نتيجه ارتفاع الامواج او نتيجه زياده سرعات رياح. ايوه طيب تمام. اخبار الجو بالليل ايه؟ لا احنا الحمد لله نسمات الهواء اللطيفه وفترات مستمره معانا شويه. هي الحمد لله مستمره معانا، يعني احنا التحسن ده والانخفاض في درجات الحراره مستمر معانا على الاقل لبدايات الاسبوع المقبل، درجات الحراره فتره الليل بدات تنخفض، بدا يبقى في نشاط للرياح بشكل مستمر على مدار يعني الايام المختلفه بيساعد على تشتت الرطوبه، ما حسش بنسب الرطوبه، فبالتالي فتره الليل بدانا نحس بنسمه هواء يعني بتخلينا نحس ان الاجواء معتدله او الاجواء لطيفه جدا فترات الليل، هيكمل معانا ان شاء الله زي ما قلنا لمطلع الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهره
العظمى 33 والصغرى 25 والعاصمة الإدارية أيضا 33-25، الأسكندرية 30-23 والعلمين الجديدة 31-24، مطروح 30-23 ودمياط 31-24، بورسعيد 32-25 والإسماعيلية 34 والصغرى فيها 24. في السويس درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 والعريش 32-24، في كاترين 33-17 وفي طوبة 36-25، حلايب 35-29، شلاتين 38-28، شرم الشيخ 41-31 والغردقة 38 والصغرى 30 درجة. في الفيوم العظمى 34 والصغرى 24 وفي بني سويف 35-24، الوادي الجديد 41-25 وأسيوط 36-23، سوهاج 37-24 وإنا 41-27، الأقصر 42-28 وأسوان 42-29. بكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لمصطفى والجمانة ومتابعة أهم أخبار النهاردة. عودة لكم مرة تانية جمانة ومصطفى. نشكرك يا هلا، شكرا جزيلا. شكرا.